لم تستطع زيزة البقاء بمنزلها على مسمع من تمجيد بطولات بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، فتحاملت على مرضها ووهنها واتجهت نحو قاعة المنبر بمساعدة عائلتها المصغرة لتبكي وتلهم عائلتها الممتدة، ممثلة في جماهير بلدية قليب الفرتونة بدائرة تفارتي. فقرات المنبر التي تنوعت بين الشعر والنثر ألهبت حماس الحضور مرسلة برقيات تضامن مع جماهير شعبنا بالأرض المحتلة، مؤكدة أن ما يتعرض له مناضلين هناك هو رد فعل هستيري للعمليات البطولية التي ينفذها بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي. بهذا الحماس الزين الفياض نشكرهم، ورانا متضامنين مع مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي، ورانا قايلين لهم انا رايهم قاعده شعبيه راهي في مستوى الرد علي عمل غايم به العدو، يسوى هون ويسوى هوك ويسوى مي، ورانا قايلين للطرام هو وذا اللي قال من شكام الكذيب، ولا هو دال على شيء ولا هو ضاحي عليه، رانا رافدينه ورافدين التطبيع المعدل ورافدين التطبيع المعدل مع إسرائيل، ورافدين جملة وتفصيلة، وهو ش عنده له يعطيه، الصحراء ما هي له، ولا قطعات له ولا قطعات حد يشيخ فيها، ولا يقد حد يعطيها ولا يقد ولا يقد، وكل الوطن والشهر. هذا الجيش المقدام اللي ساقي العدو بالجام في الحرب، وقولوا باحترام تحية للجيش الغنى بمجاد الشعب وتحت فام المدافع ما قط السنة، قولوا تحية يا رسام للعهد اللي له ما خنة، تحية قولوا تحت اعلام الجمهورية مفنة للجيش الشعبية اللي هامي اللي بيك الشاعر غنى بالنضال ما هو موصوف المجد قيام وتبنى وغضي لعدونا ولا صوت يديه، وهذا نصرنا كل الوطن والشعب. الحضور الرسمي أكد في كلماته على أن الخطوة التي أقدمت عليها المملكة المغربية لا قيمة لها ولن تغير من الطبيعة القانونية للنزاع، وأنها لا تعد كونها مقايضة سياسية وبيعا وشراء في المواقف لأجل شرعنة الاحتلال المغربي والاحتلال الصهيوني. نحن جماهير بلدية قليب الفرتونة بدائرة التفارتي، ونحن نتابع في هذه الأيام ردود الأفعال على الصفقة المشبوهة الثلاثية الأبعاد الأمريكية المغربية الثلاثية الأطراف الأمريكية المغربية الصهيونية، فإننا نحيي بكل حرارة من مخيمات العزة والكرامة مواقف التضامن والدعم لكل الأحرار في العالم، وخاصة الموقف الشجاع لثورة المليون ونصف المليون شهيد الذي عبرت عنه الجزائر بكل أطيافها، منددة بما يتعرض له شعبنا من ظلم وحيف، وخصوصا الموقف الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، وهذا ليس بقريب على جزائر العزة والكرامة، قلعة الثوار ومنبت الأحرار وسند المظلومين في مشارق الأرض ومغاربهم. من عايش الجماهير الصحراوية وهي تمتشق عبق الحرية التي باتت على مرمى أهداف أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وهي على أهبة الاستعداد لتتشارك معه ما تبقى من فصول كفاح شعبنا المقاوم، يدرك أن المصير المحتوم هو استقلال تام على أرض جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية حرة مستقلة.